حياه لعبه دخل زوينه يعني، لكن بصح اللي تفكر فيها تلقى الحياه هي مجرد واحد اللعبه. باش تلعبها صح خاصك اولا تفهمها صح. الا بغيتي تتزوج خاصك تفهم الزواج باش تنجح في الزواج. بغيتي دير مشروع خاصك تفهم لعبه المشاريع باش تقدر انك دير مشروع ناجح. بغيتي دير فلوس خاصك تفهم لعبه الفلوس او لعبه المال باش دير الفلوس وتحقق الثروه. اي حاجه بغيتي ديرها في هذه الحياه فهي مجرد لعبه، فهمها عاد باش ديرها. والخدمه في الانترنت هي راه نفس المساله. قبل ما تفكر انك تخدم في الانترنت فهم بعدا كاين اللعبه ديال العمل من الانترنت. فقبل ما تبدا هذه الهيتاده كتكون في واحد لازون، هاد لازون ضيق عليك ولكن مريحه كتسمى منطقه الراحه. ما مصدعش راسك، ما عندك التزامات ما والو، ولكن كتبقى محدود من حدك انت في هاد المنطقه هادي. عمرك ما غتطور، عمرك ما غتولي شي حاجه في حياتك. وتيقني اللي قلت لك انك تخرج من هاد المنطقه هادي صعب من انك تحقق النجاح. حيت باش تخرج من هاد المنطقه هادي وتنتقل للمنطقه الثانيه فخصك تتحدى واحد الوحش وهو الخوف. اللي كتسمى المنطقه الثانيه هي منطقه الخوف. الخوف من الفشل، الخوف من يضحكوا عليك، الخوف انك تخسر فلوسك، خوف انك تتعلم حاجه جديده. والمشكله هاد الخوف هذا تكون غير مبرر. وباش تغلب على الخوف هذا وتخرج من هاد المنطقه هادي خاصك تدخل دماغك واحد الحاجه واحده، انه ما عندكش البديل. الا بغيتي تنجح خاصك تغلب على الخوف ديالك. ينفوت تغلب على هادشي هذا غتنتقل لزون جديده، لمنطقه جديده اللي هي كتسمى منطقه التعلم، وهي منطقه اكبر كتبدا تكتشف فيها راسك، كتبدا تتعلم بها مهارات جديده، كتبدا تحك، كتبدا تخدم، كتبدا تبراتيكي، كتبدا تقلب، كتولي تبحث، كتبدا تفرج في دروس، كتولي مساعد انك تستثمر فلوسك باش تتعلم باش تنجح عن طريق بزاف الحوايج. شراء ادوات، شراء كورسات اونلاين، او استثمار في خدمات متنوعه فقط من اجل التعلم. وهاد المرحله اللي قد ما كانت قصيره ولا طويله في الاخير كتوصل للنجاح ديالك. وهنا فاش كتوصل هذاك النجاح وهذاك الشيء اللي كنتي باغي فانك تدخل في واحد المنطقه جديده، واحد لا زون اللي جديده وواسعه بزاف، ولكن حتى هي عندها نفس الاسم ديال المنطقه الاولى وهي منطقه الراحه. غير هو الفرق بينها وبين الاولى وهو ان هنايا مرتاح ولكن محقق الهدف ديالك. مرتاح ولكن ادراك ديالك واسع، عندك مهارات، عندك فلوس، ولكن ما تامنش لهادشي هذا. فهاد المنطقه هذه مع الوقت كتبدا غادو كتضيق عليك. فاش تبقى انت محافظ عليها واسع ما توصلش بك المرحله انها تولي هاد المنطقه اللي واصل ليها واللي هي النجاح، تولي هي المنطقه الاولى اللي كنتي فيها واللي هي كانت مضيقه عليك ومخلياك محدود. باش تحافظ عليها تعلم وتطوير الذات، بقى دائما على اطلاع بالجديد، توسع الافاق ديالك عام من وراء عام. داكشي ما كيبقاش هو هو، كلشي كيتطور. لي سكيلز كيتطوروا، الادوات كيتطوروا، المهارات، الخدمات، المنافسه، التكنولوجيا، كلشي كيتطور. فانت خاصك تبقى مواكب هذا التطور باش تبقى محافظ على النجاح ديالك. الا كنتي تمكنتي من مجال قلب على مجال اخر، الا تمكنتي منه قلب على مجال اخر. عمرك ما توقف، نحدك حي في هذه الحياه عمرك ما توقف. دائما بقى دائما تسعى للجديد وتسعى لحوايج جداد يعلموك ويطوروا المهارات ديالك ويكبروا الافاق ديالك. الله يعاونك.